بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 49 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان. باعث الرسالة مستمع من هناك يقول: المرسل مروان، أخونا عرضنا له بعض القضايا في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ صالح عدد من الأسئلة. في أحدها يقول: هل الكلام جائز أثناء الوضوء؟ الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لا بأس بالكلام في أثناء الوضوء، ولا يؤثر ذلك على الوضوء، لأن الوضوء لا يشترط له الصمت وعدم الكلام، إلا أن الكلام المحرم والكلام البذيء هذا لا يجوز لا في حالة الوضوء ولا في غيره، أما الكلام المباح فلا بأس به في أثناء الوضوء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول: صليت بثوب فيه نجاسة ولم أشعر بذلك إلا بعد انتهاء الصلاة، فماذا علي؟ لا بأس بذلك وصلاتك صحيحة الحمد لله، إذا كنت لم تعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة، أو علمت بها قبل الصلاة ونسيتها ولم تغسلها ولم تفطر إلا بعد الصلاة، فالصحيح من قول العلماء صحة الصلاة أيضا. إنما لو علمت بالنجاسة في أثناء الصلاة في ثوب أو في نعلين أو في جوارب وأنت تصلي، فإنك تزيل اللباس الذي فيه النجاسة إن أمكن، كالعمامة وسترة أو الثوب الزائد أو البشت أو ما أشبه ذلك، مما يمكن أن تزيله ويبقى عليك ثوب غيره تزيله وأنت تصلي وتكمل صلاتك. أما إذا كان لا يمكن إزالة هذا الملبوس الذي فيه النجاسة وأنت تصلي، فإنك تخرج من الصلاة وتغسل النجاسة أو تبدل الثوب النجس ثم تأتي وتستأنف الصلاة من جديد. والدليل على أنك لو أزلت الثوب أو الملبوس في أثناء الصلاة أنك تمضي في صلاتك تكون صحيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي بأصحابه مرة فخلع صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه كان يصلي بنعاله عليه الصلاة والسلام، خلع عليه فخلع الصحابة نعاله، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعاله، قالوا: رأيناك فعلت هذا. قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أخبرني أن فيه ما نجاس. فدل على أنه إذا أزال ما فيه النجاسة من ثيابه وهو في الصلاة فإن صلاته صحيحة ويستمر فيها. أما الجوارب التي مسح عليها فهذه لا يمكن، لأنه لو أزالها بطل وضوءه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا مروان فيقول: هل من السنة قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب؟ لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عادة الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن التثاؤب من الشيطان، وأن المتثاؤب يكتمه ما استطاع، فإن لم يستطع غطى فمه بيده. هذا الذي فرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس من فتح فمه وإظهار صوته بالتثاؤب حتى إن بعضه يسمع له صوت مزعج، هذا خطأ لا يجوز. وإذا كان في الصلاة يخشى أن يبتلها، إذا كان هذا الصوت في الصلاة يخشى أن يبتلها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمع من الأخوات من الجمهورية العربية السورية، رمزنا بالحروف التالية ميم جيم. أخواتنا يسألنا ويقول: لقد سمعت وعرفت كثيرا عن الحجاب الشرعي وأنا مقتنعة بذلك تماما. ثم تقول: أنا فتاة من سوريا وأدرس في كلية الشريعة في دمشق، ولا أذهب إلى الكلية إلا في فترة الامتحانات لأنني من الريف، ولكن العرف في قريتنا هو ارتداء الحجاب العادي دون تغطية الوجه، ووالدي رفض أن ارتدي الحجاب الشرعي هداه الله، وأنا في حيرة من أمري. ولكن من خلال ما درست في منهاجي وجدت اختلافا بين الفقهاء حول الحجاب الشرعي، فبعض الفقهاء يرون إظهار الوجه والكفين استنادا إلى آية كريمة، وبعضهم يرى أن جسم المرأة كله عورة ويجب ستره، ولكن الجميع متفقون على تغطيته عند وجود وإفشاء الفساد في المجتمع أو من خلال تجمعات الناس أو النظر إلى المرأة بنظرة غير طبيعية تحس منها الخوف والشبهة في ذلك. أرجو أن تفيدوني بحل وتفصيل لهذا الكلام جزاكم الله خيرا. وهل إذا لبست الحجاب الشرعي أكون بذلك قد عتقت أبي وجهوني جزاكم الله خيرا؟ الآن كما ذكرت السائلة من وجود الخلاف من العلماء في حكم ستر الوجه والكفين عن الرجال الذين هم ليسوا من محارم المرأة، الخلاف موجود، ولكن الدليل ما من قال بوجود سترهما هم الذين ما هم الدليل، وذلك لقوله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقوله من وراء حجاب، هذا يراد به الحجاب الساتر لجميع جسم المرأة بما في ذلك وجهها وكفاها، والحجاب هو الساتر سواء كان جدارا أو ثوبا أو بابا أو غير ذلك، وليس هذا خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالتعليل عام في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرهن، لأن طهارة القلوب مطلوبة لجميع الأمة، والعلة إذا جاءت عامة فإن الحكم يعم كما يقوله الأصوليون. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو ما ترتديه المرأة من اللباس الظافي على جميع جسمها كالملاءة والجلال الظافي، أمرت بأن تدني منه من طرفه على وجهها، كما فسره بذلك حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه لما سئل أدنى الغطاء على وجهه ليبين للسائل ما هو المقصود. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحينات، فإذا من مر بنا الرجال سدلت إحدانا ثمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا صريح لأن المرأة تغطي وجهها، وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره بهذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: في المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فدل على أنها كانت قبل الإحرام كانت تلبس النقاب على وجهها وتلبس القفازين، وهي لم تمنع في حالة الإحرام من تغطية وجهها وكفيها بدليل حديث عائشة، وإنما منعت من لبس النقاب والقفازين لأنهما مخيطان للوجه واليدين، فتغطيهما بغير المخيط لهما المفصل على قدرهما، تغطيهما بالثوب تضفيه عليهما بحضرة الرجال الأجانب كما ذكرت لنا عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدليل لا شك أنه مع القائلين أن وجه المرأة وكفيها عورة يجب عليها سترهما عن الرجال الأجانب، وإذا تبين الدليل أنه لم يجد مخالفة بقول أحد من الفقهاء. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، هذا هو الواجب على الأمة، وقد استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب ستر الوجه والكفين، فيجب الأخذ بذلك وإن خالف في
فيه من خالف من الفقهاء عن اجتهاد رحمهم الله. مع أن السائلة أحسنت أنها ذكرت أنهم ذكروا أو أجمعوا أنه عند الفتنة يجب عليها تغطية وجهها. الحمد لله. هذا هو الحق. المرأة ما أمرت بستر وجهها وكفها إلا خوفا من الفتنة. جزاكم الله خيرا. وما ذكرته من أن والدها يمنعها من الحجاب، وهل إذا احتجبت وسترت وجهها وكفيها تكون عاصية لوالدها؟ نقول لا، إذا كنت عاصية لوالدك فأنت مطيعة لله ولرسوله، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فما يأمرك به والدك من ترك الحجاب هذا أمر بالمعصية، ولا تجوز طاعته في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم كما تفضلتم ونوهتم شيخ صالح من نقد أختنا بكلام العلماء من أنه إذا كان الزمان فيه من الصفات ما هو كيف وكيف فإنه يجب على المرأة حينئذ أن تستر وجهها وكفيها. زماننا شيخ صالح هل هو مؤهل لأن يجعل المرأة كاشفة لوجهها ويديها؟ لا والله، ثم لا والله، إن هذا الوقت بالذات وما ظهر فيه من أنواع الفتن والشرور وكثرة الفساق وكثرة الذين في قلوبهم مرض من المنافقين والكفار وغيرهم وكثرة المغريات وكثرة وسائل الزينة، هذا الوقت بالذات يؤكد على المرأة المسلمة أن تلتزم بآداب الإسلام وأن تتمسك بالحجاب ولو جراها الناس وقالوا فيها ما قالوا، فإنه يأتي على الناس الزمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر بشدة ما يلقى من أذى الناس واستهزائهم وسخريتهم، ولكنه إذا صبر على ذلك وصبر على طاعة الله عز وجل فإنه يكون له الأجر العظيم ويكون من الغرباء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. فالواجب الصبر والالتزام بأحكام الشريعة الآداب والأخلاق والعقائد والعبادات وغير ذلك، وإن سخر الناس منا أو قالوا ما قالوا من الألقاب الشنيعة والاستهزاء فنحن لا نلتفت إلى هذا. فإن المنافقين من قبل قالوا ما قالوا في المسلمين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سموا المسلمين بالسفهاء، وهكذا منافق هذا العصر يسمون المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله بالسفهاء وبالمغفلين وبالجامدين وبالألقاب الشنيعة، ولكن هذا لا يضرنا ولله الحمد ما دمنا على الحق وهم على الباطل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا التي تحملها هذه الرسالة. القضية هي زكاة الذهب. يسألنا الأخوات فيقول: ما هو المقدار الذي يجب إخراجه لزكاة الذهب؟ وهل ذهب الزينة عليه زكاة؟ وكم نصابه بالغرام؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا بلغ الذهب نصابا فأكثر وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر، والنصاب بالغرام 92 غراما. هذا هو بالغرام. أما بالمثاقيل فنصاب الذهب 20 مثقالا، والمقدار الواجب فيه ربع العشر. والزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية هذا فيه خلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيه نظرا لأنه ليس من الأموال النامية، وإنما هو مال أعد للاستعمال مثل اللباس والمسكن والمركب، هذه لا زكاة فيها لأنها ليست للنمى وإنما هي للاستعمال. وكذلك الذهب الذي تلبسه النساء والفضة التي تلبسها النساء ليس فيها زكاة عند جمهور أهل العلم لأنها لم تعد للنمى. هذا هو الذي عليه الجمهور من أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى إيجاب الزكاة في الحلي مطلقة وإن كان معدا للاستعمال أخذا بالعمومات التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولورود أدلة الحلي خاصة توجب الزكاة فيه، ولكن هذا القول لم يكن عليه إلا قلة من العلماء، القول الأول عليه الأكثر، ولكن من باب الاحتياط والخروج من الخلاف إذا زكت المرأة حليها كان ذلك أحسن وأبرأ لذمتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الكريم توفيق مقيم في جدة، يسأل ويقول: بعض الإخوة هداهم الله لا يصلون إلا صلاة
هاتين الجمعة وفي رمضان فقط، ما هي نصيحتكم لهؤلاء؟ نصيحتنا لهم أن يتقوا الله وأن يدخلوا في الإسلام من جديد، لأن الذي لا يصلي إلا الجمعة أو رمضان هو كالذي لا يصلي أبدا، لأن ترك بعض الصلوات وفعل بعضها لا يكفي. قال تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. وكذلك الله تعالى يقول: حافظوا على الصلوات، صلاة الوسطى، والذين هم على صلواتهم يحافظون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. ومن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين صلوات الخمس، إنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. دل هذا على أن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة، سواء كان يصلي بعض الصلوات ويترك البعض أو كان لا يصلي أبدا، الحكم في هذا سواء، حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويؤدي الصلوات التي شرعها الله في اليوم والليلة خمس مرات مع الجماعة وفي مواقيتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في كثير من الآيات يأمر الله بإقامة الصلاة وينهى عن تضييعها. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وجاء في الحديث أن من ضيع الصلاة فإنه يحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، يحشر يوم القيامة مع رؤوس الكفرة والعياذ بالله. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم إذا ألقوا في سقر، وهي النار والعياذ بالله، وسئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم الدين. فأول جوابهم قالوا: لم نكن من المصلين، والسبب الذي أدخلهم في النار. قال تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. فالواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتلاعب به الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء، أن يضيع الصلوات أو يضيع بعضها، أو يقتدي بالذين لا خلق لهم من المستهترين الذين ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم لا يصلون ولا يقيمون للصلاة وزنا، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وإن تسمى به. أسأل الله العافية والسلام. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الجزائر لنقرأ رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع يحيى الشريف عبد السلام. يسأل أخونا ويقول: هل يجوز دفع الزكاة لإصلاح المساجد وشراء الفرش لها وغير ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة حدد الله مصارفها وحصرها فيها. قال تعالى: إنما الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، الله عليم حكيم. فحصرها بقوله: إنما الصدقات، وإنما كلمة تفيد الحصر، حصر الحكم فيما ذكر بعدها ونفيه عما سواها. فلا يصرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية. وبناء المساجد والمشاريع الخيرية هذه لا تدخل في هذه المصارف، وإنما تمول بالتبرعات والأوقاف وغير ذلك من الأموال التي هي ليست من الزكاة. بارك الله فيكم. يسأل مع من يسأل شيخ صالح عن إذاعة القرآن الكريم بمكبرات الصوت فوق المآذن في المسجد قبل أذان الجمعة وقبل صلاة الفجر. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يذاع صوت أو يرفع صوت قبل الأذان، لا أذان الفجر ولا غيره، لأن هذا يؤول إلى الزيادة في الأذان ويؤول إلى البدعة. والمشروع الاقتصار على الأذان فقط، لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبله أو بعده برفع الصوت، ولا قراءة القرآن سواء من القارئ مباشرة أو من الإذاعة، كل هذا من البدع التي ما أحدث الله بها، ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا هذا يؤول إلى الزيادة في الأذان، الزيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل مع السائلين عن القنوط في صلاة الفجر كل يوم. تقدم الجواب عن هذا وقلنا: إن القنوط في صلاة الفجر كل يوم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل بعض الصحابة عنه فقال: محدث يعني بدعة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت إلا في النوازل، فقد قنت صلى الله عليه وسلم مرة يدعو على الكفار
الذين آذوا المسلمين وضايقوهم، وقامت مرة يدعو للمستضعفين من المسلمين بالنصر والإعانة. فعند النوازل يقنة في صلاة الفجر وفي غيرها من الفرائض، أما في غير وقت النوازل فلم يكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. يسأل عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر يوم الجمعة 80 مرة بهذه الصيغة: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت مشروعة، وفي يوم ليلة الجمعة ويوم الجمعة خاصة يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لكن بدون تحديد وقت معين بعد العصر وبدون عدد معين 100 مرة، لأن هذا يحتاج إلى دليل. العبادات توقيفية في ذاتها وفي كيفيتها وفي وقتها، فلا بد من أن تكون العبادات مبنية على دليل، ولم يرد دليل في تحديد وقت من يوم الجمعة يتخصص للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو دليل على تحديد عدد معين، كل ذلك من البدع. جزاكم الله خيرا. من جدة المستمع عبد القيوم علي يسأل ويقول: هل يجوز صيام يوم الاثنين وهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز، لأنه لم يرد أنه يصام يوم الاثنين ويهدى للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد أن يصوم الإنسان يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع لنفسه، يصومه لنفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ويقول: إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يستحب للمسلم أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس لنفسه، أما أن يهدي ثوابه للرسول أو إلى غير الرسول فهذا لم يرد به دليل، فيكون بدعة. جزاكم الله خيرا. يسأل: هل يكفي عند الركوع أو السجود قول سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى مرة واحدة؟ نعم، الواجب مرة واحدة، سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود، هذا هو الواجب، وما زاد عليه فهو مستحب، وأدنى الكمال 3 وأعلاه في حق الإمام 10. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان برنامج المملكة العربية السعودية الرياض، الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.